قل لي اخر مره قرات القران. اخر مره قرات فيها القران هي رمضان. والاخ اليوم قرات في القران ماشي كامل خذ على التليفون. ممكن تقول لنا واحد الصوره بصوتك زين غير واحد الصوره؟ اي صوره؟ اي صوره. قل قل ولا واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. تقرا الدين ياسين؟ لا ديما اقرا القران ديما. الشباب اللي وراه يقرا القران النصيحه للشباب اثنين ضربي اول حاجه بلال من اللي وراه يقرا الدين سليس سلمانيرا ولا سلميسكار ولا سميتو هذول تسمو قلت في الجوامع قالنا دار تسمو قلت دار تسمو قلت ياك يقرا الجامعه تيتلات تكمي القران الا غايي تكمي لا كيزي لا التليفون الا بزاف الحوايج اللي كيزي القران شي من المدرسين اللي كان المبرر باش هاي كنو هو تي قن الجوامع ندي قنا فهمتيني يعني من اللي يقرا يكفار بالوسائل ما سيقرا. قول لي اخر مره قريتي فيها القران؟ مع الظهر اليوم مع الظهر صلاه الظهر. ديما كتقراه ولا غير؟ لا ديما. نصيحتك للشباب اللي ما كيقراش القران؟ لا القران زوين هو السعاده ديال الحياه كامله. الا قراو القران راه اي حاجه زعما داروا فيها يديهم غادي تيسر لهم. القران زوين احسن من اي حاجه. كاينين شباب اللي كيدوزوا من ربنا الاغلبيه ديال الوقت ديالهم الله يهدي الشباب في الفيسبوك والواتساب والقطار ما فيها باس يديروا شي ضروري واخا غير صفحه في النهار ولا الا صلاه الله يهدي ما خلقتي خير. اليوم في الصباح اليوم في الصباح ديما كتقرا؟ بيان سير اخويا يوميا كنقرا القران الكريم في الصباح وبالليل. نتمنى الشباب بان الشباب ولا من حار في هذا الوقت يعني والحمد لله يعني كل شيء مذكور في القران الكريم يعني القران الكريم هو احسن حاجه كاينه في الدنيا الا قريتي القران الكريم الانسان تيكون مرتاح نفسيا وبينه وبين خلقه تيكون بينه وبين الله سبحانه وتعالى كيكون ايمانه بالله سبحانه وتعالى. اخي مرة نقول لك اخويا نقول لك رمضان تقريبا يعني رمضان فاش قريتو؟ رمضان بعد رمضان يعني لهاتني الوقت الخدمه ويعني الدورونجمون بزاف فهمت يعني داكشي علاش قطعت سميتو ولكن يقدر عندك الوقت الفيسبوك الواتساب يعني كدا. ولكن يعني اش نقول لك الا كنا غنعمقوا في القران يعني غتلقى يعني كاينين الملاهي بزاف اكثر من سميتو يعني الملاهي كيلهيو على القران سبحانه وتعالى يعني القران اللي منزل علينا كيلهيو عليه الملاهي هادشي علاش حنا يعني تلهينا بالبحار تلهينا بالحدائق تلهينا بشحال من حاجه بفيسبوك واتساب تلهينا بزاف يعني داكشي اللي لهونا على نصيحتك للشباب. النصيحه ديالي للشباب يعني وعاو شويه ويردوا العقل يعني العقل الواعي باش يخدم القران والقران هو اخر مصير اللي غتلقاه في الدنيا وفي الاخره.